التعادل، هدف التعادل رغم مجهودات نادي المياري، رغم مجهودات المياري والتدخل المياري، لكن خطأ على مستوى الدفاع، خطأ على مستوى التغطية، وصلت لمهاجم جولي بالماري الذي يسجل هدف التعادل في وقت صعب جدا. هذا ما حذرت منه لاعبي الوداد البيضاوي، يعني التركيز والاستماتة ضرورية في ما تبقى من دقائق المباراة. تشاهدوا ثلاث لاعبين وسط تقريبا 87 لاعبين.